نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ماذا يصنع الإمام إذا أخطأ في آية ولم يعرفها ولم يرد عليه أحد من المأمومين؟ هل يقطع القراءة ويكبر ويركع أم ماذا يصنع؟ نعم، إذا ركع لا بأس، وإذا قرأ ما بعدها، إذا واصل القراءة وقرأ ما بعدها فلا بأس أيضا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.